اهلا بكم من جديد. الحقيقه ان انا ما بحبش ادخل في القضايا الشخصيه لا علاقه بالفنانين، لكن لما تكون قضايا لا علاقه بيه بقى قضيه المراه الاساسيه وطبعا وصديقه ليا كمان، فلابد ان انا اقف قدامها. من فتره وكان في قضيه بقى موجوده في السوشيال ميديا لها علاقات بالخلافات بين الفنانه الجميله هاله صدقي وابو اولادها او زوجها، ويعني مره قال لا دول مش ولادي، وبعدين طبعا ثبت كذبه، قصص كتيره جدا. والحقيقه انا دايما بحافظ على اصدقائي الفنانين وبحاول ان يعني ما نتعرضش لهذه القضايا، خاصه ان فيها اطفال. لكن المره دي بقى هالة وضعت بوست على الانستجرام أزعجني جدا، وأكيد أزعج نساء كتير جدا قروا البوست. بيتكلم على أنه هي طبعا قالته بطريقة كوميدي، كهالة هالة لازم تضحكنا، خبر سيء لكل اللي تقدمولي، فالزوج طلبني في بيت الطاعة مع أنه الشهر اللي فات عمل فيديو وطلقني فيه، وصحيح هو في أمريكا وأنا في مصر، فشكلها هتكون طاعة أونلاين، فأستأذنكم عشان أجيب الطشت والجلبية، بس حد يعرف أجيب الولاد معايا ولا لأ؟ بيت الطاعة يا مفتري، دي حاجة خلصت من زمان. مساء الخير يا هالة. مساء الخير يا لا 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 لا، بصي أنت عارفة أن أنا عايز أفتح الموضوع ده من زمان، وسكتة سكتة سكتة وماسكة لساني. بيت الطاعة؟ إيه اللي حصل؟ يا غالية ايه اللي حصل يا لولا؟ والله ما اعرفش، هو طبعا الحقيقة الراجل بينفرد بحاجات قضايا مختلفة متنوعة مختلفة، يعني عنده الابداع ده صحيح. والحقيقة هو يعني كل القضايا اللي رفعها ما كسبش ولا قضية، يعني هو ما فيش غير انه نزل النفقة النص بتاعت مدرسة الولاد، لكن هو بيبدع، يعني هو كل مادة بيبدع، ومرة يشكرك ومرة يشتمك، وبعدين يبعث لك رسائل يشكرك ويعتذر لك ويتأسف ويقول أنا هبقى كويس ومش هعمل كده، وتاني يوم تلاقيني بتشتم من غير مش فاهمة ليه، لكن ماشي الحال يعني. وبعد يعني حتى موقفك من والدته، هو يعني موقفتي معاها في مرضها، هو شكرك ونزل بوست وقال ست الناس وبنت الاصول وانا اسف وكل الكلام ده. ايه بقى اللي حصل؟ ما انتش ما تفهميش بقى اللي حواليه يعني. ايوه، ايه اللي وصلنا لبيت الطاعة؟ كل واحد بينصحه بنصيحة، لكن هو انا الحقيقه ست ملتزمه يا لميس، انا في الطاعه بتاعتي انا تمام، انا موافقه جدا على فكره، بس هو الطاعه لما يكون يعني احنا اتجوزنا في بيتي في شقتي وخلفت في شقتي ولما سابنا كنت في شقتي، فهو يعني فين الشقه؟ يعني هو فين الشقه؟ هو طبعا قالب الاحداث كالعاده، دايما في قلب الاحداث ده اساسي، كاتب انه شقه الزوجيه على عنوان ابوه يعني. الحقيقه انا هو عنوانه كل عناوينه في البنك في النادي في مرور رخصه كله على عنوان بيتي. فانا ملتزمه معانا، بس هو فين الجثه؟ يعني هو في امريكا هنعمل فين الجثه؟ انا هروح اقعد لوحدي ولا ايه؟ طب سالتي محامي، اصل قضيه يعني قاعده يعني اهلا بيه اتفضل. ايوه يعني قضيه الطاعه دي اتلغت خلاص من زمان، يعني يعني فكره يعني في ازواج، لكن القوه الجبريه لانه يجرجر ست زي زمان الى بيت الطاعه ده خلص، خلص بالقانون. سالتي محامي طيب يا هاله؟ لا، وهو في حاجه يا لميس، هو اساسا عند المسيحيين لا في طاعه ولا في طلاق على الهوى، ده اللي انا عايز اقوله، يعني مفيش الحاجات دي، انتم مسيحيون. هو عايز يعمل بروي اعلامي شو يعني، هو ممكن خلي بالك في ناس بتحصل لهم لما بيشتهروا ويحسوا الشهره هتروح، يعني يبقى ايه عايز دايما في اضواء عليه، وانا هساعده في ده يعني. ايوه هو هساعده في ده. هتساعديه ازاي بس يا هاله؟ ازاي هنساعده؟ هو يعني انت لسه يعني هو لسه بقت برضو ان الولاد يطلعوا من المدرسه ويروحوا مدرسه حكومه. قال انه في الفيديو اللي عمله قال انا مش مانع اولادي من مش مانع ولادي من السفر، وهو لغايه النهارده عامل لهم منع سفر ورافض يجدد لهم الباسبور الامريكي لغايه النهارده. برضو
يعني الراجل بيستعمل كل الوسائل للضغط عليا. عايز ايه بقى؟ عايز ايه؟ خلينا نوصل لاخر الخط. مش عارفه ممكن نرفع يعني سماعه التليفون هو ونساله. ممكن حاسس بانه يمكن الله انا ما اعرفش، انا مش قادره اتكلم بلسانه، بس ممكن يكون حاسس بالخطا الفظيع اللي عمله وهو مش عارف يرجع، بيرجع بالطريقه الغلط. لا يرجع ازاي بالشكل ده؟ يعني تبعتلي رسائل وتعتذر وتتأسف وتقول انا هصلح وانا وانا، وبعد كده تاني يوم الاقي فيه تصرف تاني خالص غير اللي اتقال. طب ليه؟ يعني انا مستعدة اسمعك انت شخصيا الرسائل دي علشان يبقى فيه مصداقية في اللي انا بقوله. لا انا عارفة لان انا متابعة معاكي لحظة بلحظة كل القضايا دي. احنا بس ازاي؟ لا بس هو عيب اطلع المكالمات دي وعيب اطلع الرسائل دي على الناس، على ان دي حاجة خاصة بيا مش محتاجة الناس تعرف. لا وانت يعني ام وخايفة على الولاد. لكن الحقيقة زودها قوي. لا لا بيت والاطفال اللي بيدفعوا الدم، ويعني احنا كل يوم في 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 حاجه بتطلع كده بقى على حسب المود بيحصل ايه. بتقولي ايه للولاد؟ يا ريته كسب اي قضيه. بتقولي ايه لحبايبي؟ هو القضيه الوحيده اللي نزل مصاريف النفقه بس نزل، هو يعني كان بيدفع كام يعني هنا اصلا؟ هو ده الموضوع. بتقولي ايه للولاد؟ لصامو كده بتقولي لهم ايه؟ الخط بيقطع. بقولك بتقولي ايه للولاد يا هالة؟ بتقول يعني لما قصة الطاعة دي جت قلت لهم ايه؟ لا هما ولا عارفين حاجة، انا ما بحاولش احسسهم بحاجة، يعني هما مش فاهمين يعني ايه طاعة. لسه هو فاهمين انه في حد بيعمل حاجات مش استابل، يعني حاجات مش مظبوطة، مش متظبطة، في حاجة غلط. هتقولي ايه يعني؟ ما انت هتقولي ايه؟ ما انت مش عايزه تشوهيه صورته كمان، ويعني الموقف بيبقى صعب جدا. هو مش مساعدني، هو مش مساعدني، هو بيساعدني على تشويه، وانا مش عايزه تشويه الصوره على فكره. طب انا عارفه انا عارفه. انت كست بقى لما جات لك الورقه دي، احكي لي المشهد، احكي لي المشهد سينما يا هالة. طبعا انا جات لي كريزي الضحك. يعني واحد خبط، ثواني بس، زي الافلام كده يا هالة، واحد خبط وقال لك احكي لي المشهد السينمائي كده. يعني هو لا هو في حد بلغني كويس، لانه هو حب يعني هو مثلا رافع ست قضايا. حلو. الست قضايا وصلوا لي، بس القضيه دي ما وصلتش، عارفه اللي هو الشغل الامريكاني. ايوه. اللي هو ايه، علشان هي ما تعرفش وفي خلال 30 يوم مش عارفه ايه حاجات كده. فاهمه؟ أيوة. هو ده اللي وصلني، لكن القضيه نفسها لا، انا عرفتها من المحكمه بالصدفه. بالصدفه يعني انا عرفتها بالصدفه. ولما شفتي الورقه بقى حسيتي؟ طبعا قلت لهم متاكدين، فطبعا جاتي كريزي الضحك صراحه. يعني جاتي كريزي الضحك، شر البليت وما يضحك. ما هو انت لو ما خدتيهاش كده هيحصل لك حاجه يعني. لا طبعا دي حاجه اصلها وانت من كتر الاحداث الكوميدي اللي بتحصل لي دي، فخلاص بقى عندي تبلد. يعني الراجل يعني طلقك على الهوا. طب الراجل في امريكا وانا في مصر، طب الطاعه ايه؟ يعني انت ليه بتضحك الناس علينا؟ يعني انت بتضحك الناس عليك وعليا، يعني ليه؟ حاجه غير مفهومه يعني. ربنا يعني مش عارفه اقول لك ايه. صبرا. ربنا يهديه بقى. ربنا يهديه ويبعده بصراحه، حاجه رهيبه. انا بشكرك يا هاله، ويعني ربنا معاكي وهكلمك. بس جامليني يعني بقى في شب شب بزير، يعني جامليني في حاجه. هجاملك هبعت لك حاجات، انا وكوسي هنبعت لك حاجات. بس مش عارفة هو الطاعة دي اخد العيال معايا ولا لا، ولا ممنوع ولا ايه؟ مش عارفة. هي الطاعة دي بيبقى يوجولي زي ما الافلام كانت بتجيبها، بتبقى بقى اوضة ولا حاجة فوق السطوح ومش عارفة ايه، وقلة وحصيرة. انا قاعدة في بيتي. ما هو بيتي، هو بيتي الزوجية يعني. يا ريت لو في بقى تغيير يبقى لطيف، وتبقى الشقة من حق الزوجة. وارد. بشكرك يا هالة، الفنانة هالة صدقي، يعني فعلا إبداع. هو بصراحة مبدع، بس يعني موقف غريب. بيت الطاعة احنا نسينا ده، يعني هذه قضية
نساء. يعني انا هنا ما بتكلمش بس على الفنانه هاله صدقي، وانا فعلا حاولت ان انا ما افتحش الموضوع ده بقالي فتره طويله رغم علمنا بتفاصيله، ولكن هنا بيت الطاعه، وهو ده اللي احنا طالبينه من القانون الجديد للاحوال الشخصيه، انه يلغي تماما قصه بيت الطاعه، مش بس القوه الجبريه، ولكن يتم الغاء هذا البند. وبتوجه ده للدكتوره مايا مرسي، ما ينفعش بيت طاعه، الست مش عايزه تعيش ما ينفعش اجيبها بورقه خالص، ما ينفعش، لانها شيء غير ادمي ولا يليق بالمراه المصريه. اخر خبر، ونستقبل الفنانه الجميله القديره ميمي جمال. مجلس اداره الشركه المتحده للخدمات الاعلاميه عقد اجتماعه الاول بكامل هيئته بعد إعادة تشكيله. الاجتماع عقد اليوم، وإعادة التشكيل بالأعضاء بكامل الأعضاء برئاسة طبعا السيد حسن عبد الله، ناقشوا ما تم إنجازه في الفترة الماضية وبحث الخطط المستقبلية لتعزيز وتطوير أداء الشركة. رئيس مجلس الإدارة أكد على استمرار الشركة في خطط التطوير والتحديث في كافة قطاعات الشركة والشركات التابعة، وخاصة تطوير المحتوى المقدم وتعزيز الشركات وفتح طبعا المجال لشركات الانتاج ودعم العاملين من خلال صندوق المتحدة للعاملين. نخرج فاصل، وبعد الفاصل القديرة ميمي جمال، واحدة من أجمل ضحكات اللي دايما استمتعنا بيها على السنوات الماضية، ونتمنى أن نواصل في الاستمتاع بها.